الأسرة هي الوحدة الأساسية لبناء أي مجتمع، فلو اتهد الأسرة اتهد المجتمع. وبالتالي فالنهاردة كنا بنناقش أهم المشاكل اللي ممكن تواجه الأسرة أو الزوج والزوجة بعد الطلاق. إيه هي؟ إحنا ناقشنا موضوع النفقة، ناقشنا موضوع الطاعة، ناقشنا موضوع تالت هخيه مؤخرا يعني لأن في بعض الاختلافات فيه أو بعض سوء الفهم ليه. أولا بالنسبة للنفقة اللي إحنا ناقشناها النهاردة، كان في بعض المقترحات اللي أنا اقترحتها ان احنا نخلي فيه نفقه مؤقته بدل ما يبقى فيه حكم من اول يوم بنفقه معينه، لان احنا طبعا شهدنا الفتره اللي فاتت انجاز كبير في عدد قضايا والفصل فيها والكلام ده، بس مش عايزه ده يكون فيه اخلال بحق الدفاع للزوج. ولذلك احنا ممكن ناخد خط الوسط وهو فرض نفقه مؤقته في نفس اليوم اللي ترفع فيها الزوجه النفقه، وبعد كده يعني بعد بقى اثبات الدخل بالتحقيق، اثبات الدخل مثلا بمفردات مرتب بتحريات مباحث، يبقى يتحدد النفقه المظبوطه. اللي اتكلمنا عنه النهارده بقى بصدد ان نحافظ على حقوق المراه، فانا قلت ان احنا لازم نديها حقها في الكد والسعاية، سواء توفى عنها زوجها أو طلقت، مش توفى عنها زوجها بس، لأن حضرتك عارف دلوقتي في أشكال كتير من القهر للنساء، إن هم بعد سنين من العمر يعني بتلاقي بعض السيدات عقوق الأبناء والأزواج وبتكون موجودة في دار مسنين، وده الحقيقة ما بيضمنش للمرأة أمان ولا بيديها حياة كريمة في ظل دولة تسعى على قدم بالوساق لحياة كريمة لكل مواطن. أهم التوصيات أو السياق اللي كان بيتكلم عنها، كنت عايزة أبسط الدنيا وأقول إن مبدأ المساواة يعني العدل، إن إحنا ما ينفعش إن إحنا ناخد نص قانوني نطبقه على كل الناس، وإن الطفل أهم حاجة في النفقة، لازم يحتفظ بنفس السكن وبنفس المدرسة وبنفس النفقات اللي كان بيحصل عليها والأب عايش معاه، لأن في أبناء كتير بيتضرروا جراء الانفصال. اللي أنا شايفة أنه طالما حق شخص أنك تنفصل عن الست دي أو هي تنفصل عندك، لكن الطفل مش المفروض هو اللي يدفع الثمن بتاع الانفصال، هو اللي يتعاقب ماديا. المحور اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده محور مهم جدا 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 وبيخص الشعب المصري كله، خاصة مشكلة الطلاق. في يعني ملاحظات ان فيها تزايد الفتره دي بشكل مستمر لاسباب كتيره جدا. كان لينا توصيات وكان لينا بعض الملاحظات، منها ان احنا نمنع المشكله قبل ما تبتدي، زي مثلا احنا كان لينا توصيه ان احنا كحزب مصر اكتوبر وصينا ان وزاره التربيه والتعليم ووزاره البحث العلمي ان هي تعمل ماده تدرس للتماسك المجتمعي، نعرف المراهقين، نعرف الشباب ازاي يتعاملوا، ازاي الزوج يعامل الزوجه، نوع انواع المسؤوليه. النقطه الاخرى ان يعني العقد شريعه المتعاقدين، وهي خاصه بعقد الزواج نفسه، عقد الزواج نفسه ممكن الزوج او الزوجه يكتبوا التفاصيل بتاعتهم البسيطه دي، وبعد كده لما حد فيهم يخل بالاطراف يبقى العقد لاغي او يتم التطبيق مع الاحتفاظ بكافه الحقوق، حقوق الطرفين.